السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى إن شاء الله تكونوا جميعا بخير وبصحة وبسعادة. بقالنا فترة يا جماعة ما بنعملش فيديوهات للأسف، عشان في بعض الضغوطات كده عندي في العمل الحكومي وبعض الأمور كده اللي في البيت، يعني الأمور الخاصة، فعشان كده ما كانش في فرصة كبيرة إن الواحد يعمل فيديوهات الفترة اللي فاتت. لكن إن شاء الله بإذن الله هنرجع نشتغل مرة تانية، ادعوا لنا بالتوفيق إن شاء الله، ربنا يكرمنا. ومن بعض الحاجات اللي الناس طلبتها مني اكتر من مره ان احنا نرجع لشغل الجبس، يعني اللي هو شغل الجبس العادي بتاعنا، يعني بعيد عن التماثيل والحاجات الفنيه العاليه شويه. فاحنا ان شاء الله هنبدا وهنعمل فازه من الجبس، الشكل بتاعها تقريبا اللي انتم شايفينه ده. طبعا انا بجالي يعني من امبارح عمال افكر في التفاصيل. طبعا الشكل ده متعارف عليه ومعمول قبل كده اكتر من مره، ولكنه شكل جميل، يعني من يعني اللي يوضح لك حتى ان هو جميل، ان هو من سنين وما زال مرغوب، الناس بتفضله، شكله شيك، النسب بتاعته معقوله. ولكن احنا لما هنعمله مش هيبقى هممنا الشكل بشكل كبير، احنا اللي هيكون هممنا اكتر طريقة العمل. لان انت لو عرفت طريقة العمل اللي احنا هنشتغل بيها في حاجة زي ديت، هتقدر من خلالها تغير الشكل بالشكل اللي يرضيك، يعني تقدر تضيف اي تفاصيل او تغير الشكل حتى تماما او تعدل، يعني هتبقى حاجة في ايديك. علشان ابدأ اشتغل يا جماعة، او عشان اي حد يبدأ يشتغل في حاجة زي كده، من المهم جدا ان احنا نشخبط زي ما انتم شايفين. يعني انا مثلا شخبطت هنا مثلا الاول، وحسيت ان القطعة دي الجزء اللي فوق ده هو تقريبا نفس الجزء اللي تحت، فحسيت ان الشكل كده مش لذيذ، ما عجبنيش. فرجعت بعد كده خليت الجزء اللي تحت ده زي ما انتم شايفين كده يبقى اصغر، والجزء اللي فوق يبعد اكتر شوية، يعني يكون اكتر انفتاحة. في حاجات معينة مثلا اثناء الرسم تكون واخد بالك منها لما تيجي، يعني وانت بتشخبط، عشان لما تيجي تعمل الرسم الحقيقي اللي هتشتغل عليه ما تتعبش. هي مثلا زي الحاجات زي دول، مثلا دول هيكونوا بارزين ولا غاطسين، يعني دول هيبقى بارز ولا غاطس. انا مش عارف ليه ميال ان اخليهم غاطس، يعني اخليش دول حفر يعني في الشكل، لان انا قبل كده عملت الفازه دي كنت عاملها بالشكل البارز يعني، فانا عايز اغير المره دي، ولكن دي هتكون حاجه يعني في الخطوات اللي بعد كده. لكن من المهم واحنا بنشتغل ان احنا نكون عارفين كل تفصيله وكل سنه مثلا بنعملها دي من دول. السلبات بتاعت الشكل نفسه، يعني الاماكن اللي فيها سلبات لازم ااكد عليها وابقى عارفها، ابقى عارف مثلا بداياتي ونهاياتي هتبقى فين. يعني انا مثلا دي عشان اعملها مش هقدر الفها مره واحده، هتتعبني، يعني هي ممكن ولكن هتكون متعبه، فانا هلفها على جزئين، هخلي الجزء ده مثلا لوحده، وهخلي الجزء اللي تحت ده لوحده، وبعدين اجمعهم مع بعض. في تفصيله ثانيه مهمه هي ازاي اخلي الفازه ديت فاضيه من الداخل. طبعا انا قبل كده كنت عملتها وكانت بتصب يدويا، فكان يعني بتتملى كده بالاسمنت من الخارج، وده يبقى فاضي بفعل الايد يعني. ولكن المره دي ان شاء الله هنعمل لها لجمه تخلي الفازه فاضيه من الداخل، وبعمل حسابنا في ان يكون فيها مكان لتصريف الميه. من ضمن التفاصيل المقاس بتاع الفازه نفسه، المقاس نفسه انا مثلا اهم حاجه عندي ان المقاس تحت هنا ما يزيدش عن 20 سم، لان انا في الغالب عايز الفازه دي حجم صغير وتتحط مثلا عندنا على البلكونات او الشرفات، يعني عاده الشرفه بتكون الكوبيستا بتاعتها او الطابانه بتاعتها عاده بتكون ما بتزيدش عن 20 سم، يعني في الغالب، يعني في الغالب الاعم ما بتزيدش عن 20 سم. فانا عايز اخلي دي مثلا تتحط على البلكونه، فهتكون مثلا مش اكتر من 20 سم. فدي اول نقطه لازم اخد بالي منها، ان تكون القاعده بتاعتها مش اكتر من 20 سم. وبعد كده يعني انا عشان اعمل كده، فانا هبدا ارسم الشكل ده من تحت، يعني ارسم ال 20 سم الاول واطلع لفوق كده واشوف مثلا النسبه والتناسب بتاعتي هتوديني لايه عشان اطلع شكل زي ده. لكن انا ما اقدرش اقول وانا برسم 20 سم هنا، ما اقدرش اقول مثلا هخليها 50 ارتفاع. انا شخصيا ما بحبش كده، يعني انا مثلا لو قررت ان اخلي دي 20، ما اقدرش اقول لك ان انا هخلي دي مثلا 30 40 50 ما اعرفش.
ليه معرفش؟ لان انا ممكن اخليها 50 وتعجبنيش، فاحس ان الشكل مثلا عايز يتضغط شوية او عايز يفتح شوية. فانا اقصد دائما اديني مقاس واحد وسيب المقاس التاني يطلع بالنسبة اللي تخلي الشكل مقبول، بالنسبة اللي تخلي الشكل يعني شكله مقبول للعين. بعد ما شخبطنا وقلنا الكلمتين دول يا جماعة، ان شاء الله هنبدأ نرسم الشكل باستخدام يعني الورق الحقيقي اللي احنا هنقص عليه، عشان بعد كده نقص عليه الصاج ونشتغل عليه ان شاء الله. عشان نبدأ في خطوات الرسم يا جماعة، لازم نعمل يعني تقاطع كده، او يعني البعدين، يعني البعد الرأسي والبعد الافقي، ونحدد المسافة اللي تحت اللي احنا قلنا عليها 20 سنتي، ونبدأ نشتغل من خلالها. طبعا احنا علشان عاملين او مشخبطين يعني في الورقة الصغيرة اللي احنا كنا بنتكلم فيها في بداية الفيديو، فاحنا عارفين هنمشي ازاي، ودي اهمية ان انت الاول تشخبط. بعد ما عملت الخطوط دي يا جماعة، طبعا يدويا كده، محتاج اني اعمل الخط ده بمركز يعني ببرجل، عشان يكون الانحناء بتاعه انحناء يعني كويس. فانا هستخدم البرجل واعمل الخط ده. معلش انا دورت على البرجل مش عارف راح فين، عمر ابني مش بيخلي لي حاجة. فهستخدم ورقة زي ما انتم شايفين، طبعا دي طريقة احنا بنعملها من واحنا اطفال يعني. عملت قطعة الورق ديت، وهبدأ اعمل يعني مركز او نقطة في المكان اللي فوق ونقطة في المكان اللي تحت، اللي هم هركز فيهم، او بمعنى اصح اللي انا عايز القوس يتماس معاهم. بركز في كل نقطة، وبعدين ببعد يعني مناسب ببدأ اعمل قوس، وبعدين بركز في النقطة التانية، وبنفس المقاس بعمل قوس يقطع القوس الاول في نقطة. من النقطة دي يا جماعة هبدأ اركز بالبرجل، وبنفس المقاس هلف قوس، القوس كده هيلتقي او يتماس مع النقطتين، النقطة اللي فوق والنقطة اللي تحت. طبعا انا يا جماعة في الورقة الصغيرة اللي انا عاملها برجل ديت، كنت عملت اكتر من مقاس، يعني زي ما انتم شايفين مثلا المقاس اللي انا رسمته الاول اهو طلع مثلا ابعد من المقاس اللي انا كنت عامله بايدي. فانا اقدر اغير دروبتي مثلا على الورقة واجرب مقاس تاني لغاية لما اوصل للمقاس المرضي بالنسبة لي يعني. لما عملت مرة تانية المقاس طلع اضيق شوية، فانا برضو ما رضيتش بيه، ما حسيته مش عاجبني يعني. فهبدأ اجرب مرة واتنين لغاية ما بوصل للمقاس المناسب. ودي انا شخصيا يعني بشوف انها طريقة مهمة. ليه؟ يعني انك انت ما تقتنعش من اول مرة تعمل الحاجة، لا جرب مرة تانية وتالتة، وربما مقاس من المقاسات دول يكون احسن من اللي قبله يعني. وده اللي حصل معايا يعني. انا عشان اوصل للمقاس ده يا جماعة، لو تاخدوا بالكم من التقاطعات اللي انا عاملها دول، تقريبا 4 تقاطعات او 5 عشان اوصل للقوس ده. هعمل القوس التاني بنفس الطريقة، ولكن بيكون بالعكس يعني، بركز في النقطة اللي فوق والنقطة اللي تحت، وبعمل تقاطعين هنا، وبعدين برجع اعمل منهم برجل وامشي كده يطلع معايا القوس ده. كده بعد ما خلصت الرسم يا جماعة اللي انا عملته، قبل ما اكد عليه وازود على الخطوط ديت، حطيت الورقة دي تحت بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وثبتها بتيب يعني عشان خاطر ما تتحركش من مكانها، عشان اطبع عليها الشكل اللي انا رسمته. هحط ورقة كربون ما بينها وما بين الرسم اللي انا عملته، عشان اقدر احصل على نفس الرسم ده على الورقة اللي تحت.
هبدأ أمشي على الرسم اللي أنا عملته بالعجل وبالراحة عشان أضمن إن كل الخطوط تطلع بنفس الدقة على نفس الورقة اللي تحت. أتمنى طبعا إن شاء الله يا جماعة، يعني لو أنت بتشوفنا لأول مرة ووصلت لغاية الجزء ده من الفيديو ما تبخلش علينا وتحاول تعمل لنا اشتراك في القناة، ولو أنت من أصدقائنا المتابعين الدائمين يعني يا ريت يعني قبل أي حاجة طبعا تدعونا بالتوفيق وتعملوا لنا اشتراك في القناة، ولو أنتم مشتركين تعملوا لنا إعجاب للفيديو وتسيبوا لنا تعليق كويس منكم، ده أكيد بيدعمنا وبيخلينا يعني نشد حيلنا أكتر شوية. بعد ما رسمت وطبع الشغل بتاعي على الورقة اللي تحت زي ما انتم شايفين، ببدأ أشيلها وكده معايا نفس الشكل اللي أنا رسمته وفي نفس الاتجاه، ولكن أنا عايزه يكون في الاتجاه المقابل، يعني يكون بالعكس، يعني يعمل الجزء الثاني من الشكل يعني. فأنا عشان أعمل كده هحط الكربونة تحت الورقة وأبدأ أمشي على الخطوط بنفس الشكل. ممكن في حد يا جماعة يكون شايفني دلوقتي من الناس المحترفين شوية يعني، فيقول إيه العك اللي أنت بتعمله ده كله؟ ممكن تجيب ورق كلك اللي هو الورق الشفاف يعني وتشتغل عليه بسهولة، وفي طرق أحسن من كده تانية برضو. معلش يا جماعة، أنا بتعامل مع صنايعية، يعني أنا صنايعي في الأول والأساس، يعني مش فنان ولا رسام ولا غيره، فأنا بحاول قدر الإمكان كل الخطوات اللي نعملها تكون سهلة وأي حد يقدر يعملها من الصنايعية اللي زي حالاتي كده اللي بيشتغلوا. مش لازم يروح يشتري ورق كلك، ومش لازم يروح يطبع مثلا على آلة طباعة بره، يعني لأ، في حاجات يا جماعة مش عايز أقول بدائية هي اللي تعلمنا بيها الشغل، ولكن طبعا في الآخر بتدي النتائج المطلوبة. وزي ما انتم شايفين النتيجة، يعني في الآخر لما طبعت الشكل بالطريقة اللي انتم شفتوها ديت بيجي عندي شكل الفازة بالشكل اللي انتم شايفين. هبدأ الخطوات اللي هعملها بعد كده، دي خطوات مجرد خطوات إضافية فقط، يعني مش ضرورية، ولكن هي فيها يعني نسبة من الضرورة اللي هتخليك تشوف الشكل بشكل أفضل. يعني أنا مثلا لما هأظلل الشكل، لما هعمل التفاصيل اللي فيه كرسم يعني، بيخليني أشوف الشكل أحسن. فلو في أي عيب مثلا في الشكل ممكن أقدر أصلحه قبل ما أبدأ أشتغل فيه فعليا بالجبس وكده، ممكن أصلحه. فالتظليل والرسم ووضع التفاصيل على الشكل بيكون يعني أفضل شوية إن شاء الله. بإذن الله ربنا يكرمنا كده وما يحصلش معانا أي حاجة في اليومين الجايين، عشان نبدأ نشتغل الفازة دي على طول مباشرة ونعملها يعني من الجبس، وبعدين كمان نعمل عليها جالب من الفايبر جلاس لغاية ما نبدأ إن شاء الله نصب بيها بخامة الحجر الصناعي أو المزايكو أو الترازو زي ما بتسموه يعني إن شاء الله. أتمنى يكون الفيديو ده يعني كان فيه فايدة، وأتمنى أكون قدرت أوصل المعلومة بشكل بسيط، وأتمنى ما أكونش يعني مزعج ليكم أثناء الفيديو. وفي آخر الفيديو زي ما بطلب منكم كل مرة، ما تنسوش تدعوا لي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.